ورؤية المجتمع الدولي معروف، يعني أن يتولى من يحكم ليبيا من يرضى بالمشروع الصهيوني، من يرضى بالتطبيع، من يدين المقاومة، من يحكم ليبيا بالحديد والنار، من لا يسمح بتنمية ولا بنهضة ولا بعدالة اجتماعية ولا حرية ولا حكم للقانون. هذه هي المعايير اللي تريدها الدول الكبرى لبلادنا وأمثال بلادنا، كما هو الآن في اليمن وفي سوريا وفي غيرها من بلاد الثورات العربية. هذا هو الذي تريده الدول الكبرى على الحقيقة، دعك من التصريحات التي تسمعها من حين لآخر: نريد الاستقرار للشعب الليبي، نريد الليبيون هم يقروا، نريد الليبيين هم الذين يقررون مصيرهم، نريد كذا ونريد كذا. هذا مجرد تسويق للأوهام. لو أرادوا فعلا أن ينقذوا الشعب الليبي ولا الشعب اليمني ولا الشعب السوري ولا كذا، بإمكانهم في يوم واحد أن يفعلوا ما يراه الناس الآن الناس مستحيلا. هم يفرضون في العقوبات، يفرضون العقوبات الدولية على الدول التي يريدون أن يبتزوها. مثلا السودان من أفقر بلاد الله، شعبها يشتغل مرتزقة في اليمن وفي ليبيا وفي غيرها. انظر كيف ابتزوها هذه الأيام. الرئيس الأمريكي يقول كان السودان تدفع لنا الآن أكثر من 300 مليون دولار، لما نشوفوه منحطوا في حسابنا هنا نرفع عليها العقوبة الدولية. شيء العقوبة الدولية هذه عقوبة رادعة. لو بيعملوها على يعني أي دولة معتدية على ليبيا هم يعرفونها، لو بيعملوها على الإمارات ولا على السعودية ولا على مصر على طول تتوقف. شنو هذه العقوبات اللي بيرفعها الأمريكان على السودان؟ أن يسمحوا لها بالتداول في المصارف العالمية، يسمحوا لها تحول الفلوس وتقبض وتعطي وكذا. هذا لو فرضوا هذا الحصار على دولة الإمارات ولا السعودية ولا مصر وقالوا لهم ما عادش في تحويل الدولار ولا العملات ولا كذا، كلها ما يسمح، لا يسمح لكم في التحويل. للأسف العالم كله متحكم فيه، الأمريكان وغيرهم، كل دولار يتحول من بلد إلى آخر لابد يمر على يعني المصرف الأمريكي لابد. فلو أرادت يعني هذا مثال بسيط صغير جدا، عندها أسلحة أقوى من هذا، عندها قوة، عندها قدرة على أن تأخذ حفتر وتختطفه وتضعه في السجون، عندها قدرة أن تفعل كذا وتعاقب كل من تريد أن تعاقبه. فلو أرادت فعلا هي أن لو أرادت الاستقرار لليبيا ولا أن تخرج ليبيا من أزمتها، هي يعني تعجز عن هذا؟ هي لا تعجز. ولذلك ما قلته من تصريحاتهم هذه الوردية الواعدة هذه مجرد تسويق للأوهام إلى أن يفيق الناس في هذه البلدان على الحقيقة الصادمة.